مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر لنستكمل الرحلة الخضراء، نتابع معكم ونستمع منكم لكل ما يهم الفلاح المصري في حياته اليومية، في المعاملات الزراعية المختلفة، المعلومة الإرشادية، وأيضا لإدارة الأزمات التي تواجه المزارع داخل أرضه الزراعية. في بداية هذه الحلقة بتكلم على محافظة الوادي الجديد. من ضمن الأنشطة داخل هذه المحافظة، وأيضا هي من الأنشطة المستقرة والبارزة أيضا في حياة المواطن، القطاع الزراعي. محافظة الوادي الجديد لها طبيعة خاصة، طبيعة جغرافية وأيضا مناخية، بتسيطر عليها زراعات معينة وتنتشر بها زراعة النخيل، الشجرة المباركة، العديد والعديد من المميزات داخل محافظة الوادي الجديد. أنا معايا الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد. مرحب بحضرتك يا فندم. دكتور محسن، في هذا التوقيت محافظة الوادي الجديد مثل باقي محافظات مصر بتستعد لموسم حصاد وتستقبل موسم جديد، الموسم الصيفي إن شاء الله. بالنسبة لموسم الحصاد، احنا المساحة اللي كانت منزرعة عندنا في هذا الموسم بالنسبة للأقماح كام فدان، استعدنا لها ازاي؟ تقول ايه للمزارع اللي داخل على موسم الحصاد؟ اولا اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المستمعين في كل انحاء مصر وخارج مصر. يمكن احنا المحصول القمح بياخد وضع خاص ووضع مميز في الوادي الجديد. احنا كان عندنا العام الماضي زراعة القمح حوالي 130 ألف فدان. السنة دي الحمد لله عندنا 200 ألف فدان بزيادة حوالي 52.6%. يمكن الزيادة دي ما جت من فراغ، إنما جت لأنه الاستقرار سعر الأرداب على مدى سنتين متتاليتين اللي هو 420 جنيه للأرداب، بالإضافة لتقديم الخدمات كاملة للمزارع وأهمها الأتمدة، لأن احنا في الوادي الجديد استكملنا منظومة الأتمدة بنسبة 100% للمزارع على كامل المحاصيل الحقلية، وخصوصا المحاصيل كلها أخذت مقرراتها السمادية وخصوصا القمح، وبالتالي ظهر التوسع اللي يعني أنا بعتبره نقلة، لأنه من 130 ألف ل 200 ألف عندي حوالي 70 ألف فدان قمح زيادة كان في هذا العام. وبدأ الموسم الحصاد وإحنا حاليا في عمليات إرشادية مكثفة بكيفية النهوض بالمحاصيل الأقماح عموما. كان عندنا يوم حقل في الشعير ويوم حقل في القمح، والحصاد بدأ الحمد لله في الوادي الجديد. احنا الايام دي تعتبر ايام اعياد وافراح بالنسبه لاهالي الوادي الجديد، ويمكن ما يكونش ده لاهالي الوادي الجديد وانما يكون لكل الجمهوريه، انما الوادي الجديد للطبيعه الخاصه بتاعتها فهو بيبقى الحصاد عندنا بدري شويه ان شاء الله بالتوفيق. اتكلمنا عن موسم بينتهي، الموسم القادم اول سؤال بيساله المزارع الاسمده، هنجيب الاسمده منين؟ حضرتك تقول لهم ايه بالنسبه لوضع الاسمده في محافظه الوادي الجديد؟ ان احنا فعلا مبكرا، واحنا بنعمل لجنه تنسيقيه قبل بما لا يقل عن، احنا الحمد لله رب العالمين لنا الاسمده كامل المحاصيل الصيف، واحنا بدانا فتحنا باب توزيع الصيفيه وما عندناش اي مشكله. كل الأسمدة موجودة على في جميع الجمعيات على كل مساحات الوادي الجديد، بالإضافة إن إحنا عندنا ما لا يقل عن 2600 طن رصيد موجود في المخازن. فزي ما كنا عاملين في الشتوي بنستعد مبكرا، إحنا استعدنا مبكرا للموسم الصيفي وما عندناش أي مشكلة خالص في الأسمدة، ولم يشكو مزارع واحد من نقص الاسمده او عدم وصولها اليه، بل بالعكس احنا جاهزين تماما وبمساعده الجهات المختصه في وزاره الزراعه. الحمد لله كل مخازننا مستعده لاستقبال اي طلب للمزارع في العروه الصيفي، زي ما احنا استكملنا التسميد الشتوي بنسبه 100%، ان شاء الله هنستكمل التسميد الصيفي بنسبه 100%. ويمكن احنا كنا بدانا بالنخيل، انه النخل عندنا يعني زي ما حضرتك عارف محصول استراتيجي وهام
في الوادي الجديد. دكتور محسن حضرتك طمنتنا على